من الآيات والسور وسنة سيد البشر من الوحي الذي يهدي ويهدي أجمل العباد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأجمل التسليم على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المشاهدون الكرام، أيتها المشاهدات، أرحب بكم أجمل ترحيب في هذا اللقاء الطيب المبارك بكم، نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وددت لو أرى إخواني. فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم: أولسنا بإخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، ولكن إخواني هم الذين يأتون من بعدي ويؤمنون بي. يتمنى الواحد فيهم لو يفتدي بنفسه وماله وولده ليراني. فالرسول صلى الله عليه وسلم ود لو يرانا، لأننا نؤمن بالله وبرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، ولكننا لم نرى الرسول صلى الله عليه وسلم. وحينما نتحدث عن المودة نتحدث عن شيء كبير من المحبة، لأنه ربنا عز وجل حينما وصف العلاقة بين الزوجين والتي يفترض أن تكون أفضل العلاقات قال: وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة هي قمة المحبة وقمة الاشتياق. أي قلب ذلك الذي بين جنبيك الشريفين يا سيدي يا رسول الله؟ أي قلب الذي وددت أن ترانا فيه؟ ود الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرانا. الصحابة على طول: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني. إذا كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته لا يضع مضجع جنبه الشريف على مضجعه إلا ويقول: أمتي أمتي، يبقى يلهج بهذا الدعاء طوال الليل، الله عز وجل يشفق لحاله، فيرسل إليه جبريل ويقول له: قل لمحمد أننا سنرضيك في أمتك، سنرضيك في أمتك. الله عز وجل خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ولسوف يعطيك ربك فترضى، أي سيعطيك في أمتك حتى ترضى، يعني ارفق بنفسك. هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحمل القلب القانت العابد المطمئن يلهج بهذا الدعاء، بنفس الوقت هذا القلب يحمل محبة لنا، بل أقوى أنواع المحبة، أقوى أنواع المحبة اللي هي إيش؟ المودة. قال: وددت لو رأيتهم. فهل قابلنا النبي صلى الله عليه وسلم بما قابلنا به؟ يعني هو قابلنا بالمودة،
هل اشتقنا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل حرصنا أن نكون إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ هل كان فيه اشتياق حقيقي للجلوس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي ودى أن يلقانا؟ في الحديث والأحاديث كثيرة، لكن منها حديث واحد حتى لا أطيل، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيه: أنا وكافل اليتيم، يتيم ما إله أب، وأحيانا يكون صخيم ما إله أب ولا أم، قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى يقول الراوي. العلماء ماذا قالوا عن هذا الحديث؟ قال: وجب على من وصله هذا الحديث أن يعمل به ليكون رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فهل وددنا بأعمالنا، بصلاتنا، بقيامنا، بصيامنا، بأعمالنا كلها أن نلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ وددنا يا رسول الله. معنا عطا الله من الكرك، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا. والله عندي سؤال، جاني الطفل وبعد يوم توفى، بحق الزكاة؟ برمضان يا سيدي؟ برمضان، قبل أسبوع. قبل أسبوع. أولا عوضك الله خير وجعله فرطا لك ولوالدته في الجنة إن شاء الله، وشفيعا لكم، وإن شاء الله أنه بيلتقي بكم في الجنة وأنتم صابرون. ما دام ولد وكان حيا، يعني بعد يوم، بعد يوم، يعني أنه كانت عليه علامات الحياة، فبتطلع عنه زكاة الفطر. نعم يا سيدي. وعقيقة يا شيخ؟ عقيقة لا، إلا أنت تبرع، لأنه العقيقة تبدأ باليوم السابع، شايف؟ يعني بعد أسبوع من الولادة، أو يوم 14 أو يوم 21. هلا هو ما يعني ما يوم واحد، فنسأل الله أن يكون فرطا وذخرا وشفيعا لكم في الجنة إن شاء الله، وأنه عوضكم خير، والحمد لله على سلامة العيال. جزاك الله شيخ. حياكم الله يا سيد. أم علي من الزرقاء، السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم دكتور. يا هلا. هلا يديك الله يحييك. أم علي الحنيطي. والله الله يسلمك. والنعم منك ومن كل حنيطية. الله يحييك وحيا أصلك. هلسة عم إبراهيم الشيخة تركية، بتكيف تفرح لما تسمع. الله يسعدك. يسعدك الله، الله يعطيك الصحة والعافية. يعطيك ربنا. ونسأل الله لها الشفاء. آمين. أم إبراهيم متوعكة شوي، لكن هي من أهل الخير والتقوى ورعاية الفقراء، فالله يجزاها الخير وشافيها إن شاء الله. إن شاء الله نحسبها عند الله كذلك. آمين. تفضل يا أم علي. يزيد فضلك دكتور، بدي أسألك والله إذا سمحت. تفضل. المرأة المطلقة خلال فترة العدة نفقتها واجبة على زوجها وأدار بيتها؟ نعم، واجبة على زوجها المطلق فترة العدة. نعم، نفقتها عليه، لأنها تعتبر زوجة. إذا ماتت برثها، وإذا مات بترثه. طول فترة العدة يعني؟ طول فترة العدة هي زوجة تعتبر، وخاصة إذا كان الطلاق رجعي. والله رجعي. رجعي زوجة، تأخذ أحكام الزوجة إن شاء الله. الله يجزاك الخير وإياكم إن شاء الله. يا معالي منصور من الزرقاء، السلام عليكم أخ منصور. السلام عليكم يا سيدنا. يا هلا. أنت بخير إن شاء الله، وانت بخير وصحة وهداية بال يا رب. كلهم. آمين. العمتين عدو السنين. يا شيخ أؤمرني. بس الصوت شباب، لو ترفعوا الصوت أو الأخ منصور يعلي صوته. يرفع مقدارك. اتفضل يا سيدي. قبل فترة على سيد محمد شفت والدي معي. شفت والدك في المنام يعني؟ نعم شفت في المنام. متوفي الوالد؟ نعم، تفهم تفهم. الله يرحمه ويتغمد روح الجنة. نعم يا سيدي. شوف الميلان ماشي بين زرع بين هذا مع واحد. نعم. فبحكي وين راح يا ابو؟ يقول روح يا ابو على هالجنة. واقول له طيب مين معك؟ يقول لي ما بتعرف هذا مين الرجال الدجاج؟ يقول والله يا ابو ما بعرفه. يقول هذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقعد معي الجنة. صلى الله عليه وسلم. هذا الرسول اتت الى نعم هذا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. نعم.
شفت الشخص؟ شفت الشخص اللي مع والدك؟ نعم شفت شخصي نعم كيف كان الوالد في حياته كان يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلى على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، كتب الإمام مسلم وإمام البخاري وكتاب له القرآن الكريم وكتب دنيا توزعت عليه مئات الكتب رحمه الله. الله يجزاك الخير. صلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عنه. وأنا عرفت كل عدوية كنت أنا باليوم صلى على سيدنا محمد 500 مرة وبستغفر 500 مرة وبهلل 500 مرة وبكبر 560 مرة كل يوم، مش يوم بعد يوم، يومي. الله يجزاكم الخير يا سيدي. الحمد لله رب العالمين. ميزان حسناتكم إن شاء الله. إن شاء الله هيك الرؤية هاي يكون فيها الدكتور. فاصل ونواصل مشاهدي الكرام. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من الآيات والسور وسنة سيد البشر من أجمل العباد. مرحبا بكم من جديد مشاهدي الأكارم. معنا أم خالد من عمان، السلام عليكم. ألو. مرحبا. مرحبتين. كيفك أبو سام؟ يا هلا أم خالد. أم خالد معك. ونعم ونعمتين. يلا شو أخبارك؟ والله بخير. امبارح ما طولت في الحديث مع صدف الوذان العصر. لما لو اللي يعني ظليت مسكر عليه الصوف بالشجرة من حق الحرام. وظل مسكر عليه وما دريت ايش وين راح؟ لا قصدي بظل يعني لا انا قمت الطين وقمت قبضت العود وكل طلعته. وطار الطير ولا ما طار؟ ما بدري انا عاد قمت وما ادريش عاد وطلع يمكن وطلع يعني طلع. يا ام خالد الطير بحفر شجر. عجزاء لا يحفر الطينات اللي انت طينتيهن. والله لو قلت حرام ورحم الجبل جوا من نفسي اي الحق الحرام. لا لا بس لا ما تسويها حرام يعني تركي بحال سبيله. لا بس تحس ثاني يوم طالع لك عمود التلفون وبنقر منها بنقر قادر عليها. بده يقطع الاتصالات عنك يا ام خالد. شايف الله اخبارك يا حبي. لا المهم انه فتحت عليه يعني الطريق. فتحت عليه والله حرام. الله يجزاك الخير. فتحت عليه. الله يجزاك الخير ان شاء الله. يعني بتعرف هذه امم امثالكم لا تؤذى يعني اذا قتلتم فاحسنوا القتله. وهذا ربنا خالقه هيك نجار خشب يعني وين ما لقى خشب بده. والله مخرب هالخوخة هي السوسة. السوسة هو بده بعد يسوي لي بيها. هاي السوسة عاد بدك تشوفي مهندس تمام. بدك تشوفي مهندس زراعي. والله وفي لها رش في لها دواء. والله حطيت العام هاللي مبينات فسخة نصها وحطيت فلدور بالفرنبة ورشيت بالخزوب اللي جوا. وصارت كويسة. ما نحفر بيها بعد. يا ستي ان شاء الله ربنا بيعطيك خيرها ان شاء الله. دعواتك يا شيخ ان دعواتك. الله يجزاك الخير وبارك بعمرك ان شاء الله. ايمن من عمان، السلام عليكم. يا ايمن كيفك شيخنا شو اخبارك؟ حياكم الله يا سيدي. والله دائما منور ما شاء الله. بسم الله تبارك الرحمن. وجودك يا سيدي الله يجزاك الخير. الله يخليك يا شيخ. احنا من متابعين البرنامج والله. اذا بدك يعني تنور زي هيك وخذ ادويه. لازم تعطينا السر الخلطه. لا مش خلطة، أدوية للقلب، أدوية للشرايين، كورتيزون، أدوية لل كل أجمل رب العالمين. الله يسلمك. الله يبعد عنك يعني الشر ويبعد عنك المرض وأنت والمشاهدين الكرام إن شاء الله. كل شيء ربنا رحمه والله ونعمه الحمد لله. ربنا يمتعك بالصحة والعافية إن شاء الله وشافينا وشافيكم. الله يجزاكم الخير يا سيدي. شيخ والله بسألك بالنسبة لأوقات الصلاة. نعم يا سيدي. اخر موعد لها اذان عصر مش هيك؟ كيف؟ صلاة الظهر. نعم. اخر موعد لصلاة الظهر واذان العصر. لا مو في عندك استاذ ايمن في عندك وقت افضلية. ايوه. وفي عندك وقت اللي هو يعني المدة تبعها نهاية الوقت. يعني وقت جواز بسموه. لكن وقت الافضلية لما سئل يعني الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا تفسير الآية ان الصلاة كانت على المؤمنين
كتابا موقوتا أي مؤقتا بالتوقيت. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال الصلاة على وقتها، فالأفضل أن نصليها في بداية الوقت. أنا أعزب كان في سبب يعني سبب إذا في سبب الحديث النبوي الشريف من نام عن صلاة أو نسيها فليؤدها إذا ذكرها لا كفارة لها غير ذلك. مسألة سؤالي شيخ بالضبط أنه صلاة العشاء آخر ما وعدلها متى صلاة العشاء؟ صلاة العشاء من السنة تأخيرها إلى منتصف الليل، لكن بعد منتصف الليل يعتبر وقت جواز لكن إذا انقضى وقتها تعتبر إيش؟ قضاء. قضاء. نعم. بارك الله فيك شيخ. حياكم الله يا سيدي، الله يتقبل إن شاء الله. نغم من الكرك، سلام عليكم. سلام عليكم شيخ. سلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا شيخ؟ الحمد لله. معك نغم روبين. ونعم من نعمتين. فيك أكثر. عندي سؤال يا شيخ. اتفضلي. طالب العلم مات وهو بدرس هل يعتبر شهيد؟ طالب العلم ايش ماله؟ توفى هل يعتبر شهيد هو بدرس؟ اذا توفي يعني هو راي على الجامعة او المدرسة او كذا؟ لا هو بدرس كان يعني بدرس يعني الان طالب العلم في الحديث انه ان الملائكة لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، طالما انه يطلب العلم ويذهب لطلب العلم وبيرجع وبروح وبيجي تضع الملائكة اجنحتها له احتراما للعلم الذي يطلب واحتراما له. فإذا مات وهو طالب علم له أجر إن شاء الله، لأنه الإنسان يبعث على ما مات عليه. يعني لو بعيد عنك على المشاهدين، لو إنسان مات سكران أو مات أثناء السرقة راح يسرق ومات، أو في أي فاحشة أو منكر من المنكرات أو الأشياء اللي فيها ضلالة ومات، فهذا لا يعتبر حسن ختام. لكن لو كان طالب علم يعني ربنا يكون قد أحسن ختامه وهو يطلب العلم. يا هلا يا هلا نغم. حسين من الزرقاء، السلام عليكم. عليكم السلام. يعطيك العافية شيخ. حياك الله. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ بدي أسألك كم سؤال. أول سؤال شيخ، في قرض الحسن، القرض الحسن، القرض الحسن اللي بخصموه عليك اسمه مرتجع، المصاري اللي بخصموه بيرجع لك، هل هي حرام المصاري اللي بترجع ولا كيف؟ كيف ترجع لك وما برجع لك؟ يعني مثلا بخصموا عليك 40 دينار بقول لك بضيفوني برصيدك عشان مرة ثانية تسحب القرض مرة ثانية زي. والله هذا ما مر علي، انا بعرف القرض الحسن بتاخذ 100 دينار برجع ال 100 دينار هم 100 ليرة بس، حتى في مواد، حتى بقول لك في مواد بالبنك العربي الإسلامي، في مواد بيشتروا لك مواد كمان، في البطاقة اللي تأخذها فيزا اسمها بطاقة فيها بطاقات الفيزا اللي بتشتري عليها وبعد فترة بترد تسد وآخر الشهر بيستدوا، هاي ما فيها فتوى أنها حلال. ليس فيها فتوى أنها حلال. نعم يا سيدي. هاي ما فيها صح؟ لا ما فيها فتوى. في شغل ثاني شيخ، في لي صاحب بده ياخذ من البنك العربي الاسلامي مواد بس عليه فوائد، هل الفوائد هاي حرام كمان؟ ما هو حسب، بغض النظر عن اسم البنك، المواد هاي هو امر بالشراء، هل الذي اشتراها لازم تنتقل هذه المواد الى ملك البنك ولو للحظه واحده، ثم يدفعها لمين؟ للمشتري اللي هو اللي بده الأغراض هاي، المواد البناء أو مسميها ما شئت، هو يقوم بالسداد عنه. هذه تعتبر إنها حرام الفوائد هذه إذا انتقلت إلى ملكيتهم ولو للحظة واحدة ودفعوا عنها واشتروها من التاجر وباعوك إياها ما فيها شيء. غلبك بس آخر سؤال في هسه شيخ، بس نقرأ القرآن مثلا انت عندي نص السوره اللي نبدا، لو ما قلناش بسم الله الرحمن الرحيم من الشيطان بلشنا ما في بسمله في وسط السوره. يعني جاهل المطلوب التعوذ، تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بدون بسمله. بدون يعني بسمله نعم، البسمله تكون في بدايه السوره، باول السوره صح؟ ما عدا سوره براءه. طب شيخ، في ناس في علم بيقروا البسمله بسم الله
قواشة ما بجرتها كمان جاهز مثلا بالصلاة أنا هسه بس أي بجر فيها هاي بسورة الفاتحة قصدك؟ آه بالفاتحة. لا هو في بسملة ما في واحد بقدر بسملة يعني بصوت واطي بجهر. أيوة لكن الجهر فيها والإسرار فيها هذه أحكام شرعية لأنه الحديث قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبا بكر وعمر وعثمان وعلي فلم أسمع أحد منهم يجهر بالبسملة. هل البسملة موجودة لكن إيش يعني تعتبر آية حتى تعتبر آية البسملة آية طبعا آية من الفاتحة لا خلاف بين العلماء على أن البسملة آية من الفاتحة لأنها السبع الثاني. هلا إذا قرأها يهمس بها مش إنه بالمرة ما يقرأها يهمس بها بحيث يسمع نفسه وإذا قدامه مايكروفون يسمع الناس لكن بصوت منخفض هو يهمس بها. باقي الصور لو ما قراش البسملة البقرة مثلا ألف لام ميم مثلا آية يبدأ بالصورة مباشرة إذا كان في الصلاة وإذا يعني كان إذا كان يقرأ لنفسه من غير الصلاة بداية كل سورة فيها بسملة ما عدا براءة. أم ضياء من معان السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. ورحمة الله تعالى وبركاته تفضلي. أقبل الله بعدكم منا ومنكم إن شاء الله. دكتور أنا بدي أناشد عن طريق برنامجك وبطلب رب العالمين مسبب الأسباب أن يكون برنامجك يا الله يا كريم يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يكون سبب لفلسة الأردنيين لبنت أختي هي في المدينة الطبية معها تشمع في الكبد سيرين سلمان أخو عمير يا سيرين ها الطفلة سيرين تفضلي والله إذا واحد من الأردنيين تورث كل دينار 80,000 من الأردنيين جمع حق عمليتها يا رب فتحوا حساب إلها عملوا حساب فتحوا حساب لو دينار من هالأردنيين كل واحد من دينار جمع 80,000 بس وتخليف ما بيتهم في التركية وهيك لأهلها يعني لو يعني انت شو بتصيري لها مضية؟ انا خالتها هلا البنت كيف حالتها يعني بتشتكي من رجليها انا شفت الفيديو مبارح دكتور حكي بصيب حكي وبتصير تنادي على امها يا ايوه الله يا رب يعافينا وعافينا امين الله يشافيها وعافيها يا رب وكما ذكرت إن شاء الله يكون هذا البرنامج حجة لنا يوم القيامة لا حجة علينا يا رب ويجعل عملنا هذا خالص لوجه الله على كل حال طيب قديش رقم الحساب تبعها يما بنتي معك بأي بنك هاي بنتي لك طيب تقدروا ترسلوا على الصفحة على الفيسبوك تبع البرنامج ارسلوا اسمها ورقم الحساب والبنك والناس يقرؤون ان شاء الله يا رب يا الله هالبرنامج يا الله نسأل الله لها الشفاء والله يعني حالة البنت يعني للإخوة المشاهدين بتقطع القلب يعني وكانت مؤلمة جدا يعني طفلة تبكي وتتألم ويعني كل واحد كما ذكرت أم ضياء يعني يا ريت لو كل مواطن تبرع له بدينارين قد ما يقدر اللي لأنه عمليتها مكلفة حوالي 70-80,000 الكبد قرب يخلف وجهها أصفر عيونها صفر نسأل الله أنه شافيها وعافيها وقيمها بالسلام إن شاء الله آمين يا رب إذا ما سويت عملية أجهزة جسمها الداخلي بتبلش تكلف يا رب طيب ما إلها علاج في المدينة الطبية؟ قالوا نسبة نجاحها في المدينة الطبية 3% يعني صفر يا دكتور يا شيخ لا حول ولا قوة وأبوها عسكري يعني الجيش فعولها البنت يعني كان وضعها مؤلم امبارح أنا شفت حالتها يعني قرروا في المدينة الطبية أنه عندها يعني خلص حاجة عملية في الوقت الحالي ما سوت أجهزة الجسم الداخلية كلها راح تتلف لا حول ولا قوة الله مطلب الأسباب يكون هالبرنامج هاللي بسمعني وبدي حد يعرف ان حد ميسورين يبعث هالرسالة وهي هالبنت وامها في المدينة الطبية عندكم زروها شوف البنت على الطبيعة روحوا اهل الخير شوفوها في المدينة هي اختي ما إلها يعني الا اخت جوزف عمان يعني لله زيارة مريض روحوا يعني الله يجزاك الخير وصلت رسالتك يا ام ضياء وان شاء الله ربنا يشافيها وعافيها ونهيب باهل الخير اللي بده يتبرع لها يعني وقفة واحدة يعني زي ما ذكرت أختنا أم ضياء لو كل واحد دينار عدد سكان الأردن 10 مليون شيل منهم 3 مليون أطفال
سبعة مليون يعني بيقدروا لو كل واحد عشر قروش بينقذوا حياتها. لا حول ولا قوة إلا بالله. أشرف سعيفان السلام عليكم. السلام ورحمة الله عليك. حياك الله يا مرحبا. الله يسلمك. شيخنا في عندي يعني مشكلة قديمة والآن انفتحت مع زوجتي، أنا متزوج وعندي طفلين. نعم. في البداية يعني زوجتي ما بتطيع يعني ما بترد علي نهائيا، يعني أي إشي بحكي لها إياه يعني. طيب أنت يعني بتحكي معها كويس وبتدير بالك عليها، بتجيب حاجاتها بتهتم فيها؟ نعم نعم. حاجات البيت نعم، أما حاجاتها الشخصية يوم يكون معي بجيب، ويوم ما يكون معي يعني الترفيه، شغلات الترفيهية اللي إلها نعم، اللي يوم يكون معي بجيب، يعني هي زوجتي يعني ما. طيب وكلمة يعني. كلمة طيبة منها، كلمة طيبة منك ما فيها؟ في. طيب بس ما بترد علي. ما بترد عليك. كم ولد عندكم؟ عندنا اثنين، واحد ست سنوات واحد سنتين. يعني صار لكم سبع سنين أقل إشي متزوجين. نعم. وهسا رجعتوا تتزاعلوا من جديد؟ بس في طلقات بالموضوع، أنا بحكي معك بس عشان أقول لك شو اللي صار معي. تفضل. يا شيخ بحكي لها أول طلقة. نعم. بحكي لها إن لم تأتي لعندي على الغرفة أنت سوف يعني هددتها تهديد في البداية، لم تأتي فنطقتها. فنطقت الطلاق. نعم. فبعد يومين حكيت مع شيخ من داخل المملكة، من خارج المملكة بعرفه أنا من المغرب. نعم. فقال لي اذهب لها وقلها رديتك إلى عصمتي وخلاص. ونحسب الطلقة. نعم حسب الطلقة. بعد فترة برجع من البيت، برجع من الشغل، أنا بحب يعني ألاقي زوجتي في البيت، أو إن طلعت من البيت تحكي لي إنها لوين طالعة، أنا ما بمنعها ولا بحياتي منعتها. نعم. فبرجع على البيت ما بلاقيها، بوقف بالساعة والساعة ونص لحتى تيجي، وبفوت يعني مقهور بس ما بحكي عشان ما تصير مشكلة وخلص. يعني يعني بيت أهلها قريبين مثلا بتروح قريبين. أهلها قريبين بيت أهلها، وفي عندها صاحباتها وما بتحكي لأنها طالعة. أيوة. فتناقرنا بالليل بقولها إذا بتطلعي من باب البيت بدها تطلع على أهلها، زعلنا بدها تطلع في بالليل على أهلها، فإذا بتطلعي بتكوني طالق. وطلعت من باب. وطلعت طلعت. نعم. تركت الطفل كان عمره سنة. نعم. تركت الأول الولد الأول وطلعت. فبعد يومين حكيت مع الشيخ كمان قال لي قلها ردتك إلى عصمتي وخلاص رجعناها. نعم. أنا طلقتها يعني الطلقة الأولى كنت مع مرتين، المرة الثانية حكيت لها إذا بتطلعي بتكوني وطلعت طارق. أنا تهديد والله مو بقصد الطلاق تهديد. طيب بدك تراجع دائرة الإفتاء العام وتكتب لهم كل اللي حصل معك. طيب. تمام. تراجع. نعم. دائرة الإفتاء العام بالمنطقة. نعم. اللي أنت ساكن فيها. نعم. شايف، وبتكتب لهم كل اللي صار معك من أولها، من لما صرت تتصل مع الشيوخ وكذا، بتكتب. نعم. لهم كل إشي صار معك والحيثيات، وهم. نعم. بصدروا لك الفتوى المناسبة على الورق مكتوبة، إما بيثبتوا عليك طلاق أو ما بيثبتوا. هلا إذا هاي أول طلقتين إذا ثبتوهن بكون عليك طلقتين، بضلك طلقة أكيد طبعا خلصتها بالحضر. في طلقة ثالثة ما دام بالحظر يعني اكيد خلصتها. فبدك تراجع الافتاء باسرع ما يمكن. المفتي. نعم. اللي بمنطقتك اللي انت يعني. نعم. ساكن فيها المنطقة اللي بشارع الاردن قريبا. اذا يعني. بشارع الاردن ذنك في عمان. نعم. تراجع دائرة الافتاء هناك في علماء اجلاء علماء اجلاء، تكتب لهم كتابة وبتحكي لهم انك اذا كنت معصب ولا ما كنتش معصب. نعم. واذا كنت. نعم. ناوي التهديد ولا كنت ناوي الطلاق، كل هذا بدهم يسألوك عنه. نعم. وإذا أفتوا لك يعني وظلت على ذمتك المرأة، بدكم تديروا بالكم على بعض، الكلمة الطيبة كويسة وكذا، إذا ظلت ما بتطيعك وما بترد، إحنا سمعنا منك ما سمعنا منها، بجوز هي تطلع مظلومة، بجوز أنت تطلع مظلوم، إحنا ما بنعرف برضو، بجوز الشيخ هناك يطلب يسمع منها. فلذلك بدك تراجع دائرة الإفتاء، وأسأل الله أنه يجمع بينكم بالخير إن شاء الله، إن بقي يعني في فتوى في استمراريتكم ان شاء الله. شكرا لك يا سيدي الله. وبارك الله فيك. حياكم الله يا سيدي. عارف من عمان السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله، كيفك يا دكتور؟ حياكم الله يا سيدي. تفضل أخ عارف. ألو. أهلين دكتور. هلا يا سيدي، تفضل. سؤالي يا دكتور، بهالفترة الزمنية اللي الواحد بمر فيها بقطع عن الصلاة أو ما كان يصلي والتزم فترة طويلة بصلاته، تمام، ما هو الإيجاز في هذا الموضوع؟ يعني قديش بتقدر كم سنة ترك الصلاة؟ والله شيء لا يذكر، بفترات بتجيش أشهر. أشهر بدك تصير تصلي. أنا يا سيدي، بس أنا سؤالي عام سوائلي أو لغيري. بعرف ما إذا فكرت، إذا حدا موكلك في هالسؤال تسأله كم سنة ترك الصلاة مثلا، أشهر كذا، فأنت بتقدر يعني على مذهب الشافعي أن تقضي مع كل فرض فرض، يعني بتصلي الفجر مرتين، الظهر مرتين، العصر مرتين، واحد أداء وواحد إيش قضاء. يعني مثلا ترك الصلاة سنتين بظل يصلي سنتين مكرر. معي أنت؟ معك بس معك دكتور. فبظل يكرر لمدة سنتين مثلا أو سنة، بكرر سنة، شهرين بكرر شهرين من سن البلوغ. طيب. ويكثر من النوافل والاستغفار كمان. تفضل. طيب دكتور، مثلا إن الواحد قبل أذان الظهر ممكن يقضي أو لازم بعد، يعني ممكن بعد الأذان؟ بعد الأذان هو القضاء في كل وقت، لأن هي صلاة فائتة، لكن حتى إيش يحفظ التوقيت تبعهن، فبصير مع كل فريضة فريضة. واضح يا سيدي؟ واضح دكتور، شكرا لك، حياكم الله، يا مرحبا وسهلا. كان ايضا عندنا الاخ منصور والاخت ام علي كانت تسأل عن المطلقة في العدة لها، طبعا اجبناها. الاخ منصور رأى والده مع النبي صلى الله عليه وسلم، انتم بتعرفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من رآني في المنام فقد رآني حقيقة فإن الشيطان لا يتمثل بي، فيعني رفقة والده للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا في أحاديث كثيرة في الموضوع، اللي هو اللي بدو يكونوا رفقاء للنبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم صلاة عليه، الذين يكثرون من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يكونوا رفقاء للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني لا غرابة أن يرى الابن أباه في المنام وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تكريم. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يظهر على أحد في المنام إلا إذا كان يعني من يحب، فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يتمثل به الشيطان، وهذا يعني مكرمة من الله عز وجل للإنسان أن يريه في المنام وجه النبي صلى الله عليه وسلم. أم محمد من الطفيلة، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يمسك بالخير وإياكم إن شاء الله، يعطيك الصحة والقوة يا رب. يا مرحبا. الله يعطيك العافية. سؤالنا الشيخ اللي هو الأمر بأداء الأمانة. إيش هو السؤال؟ الأمر بأداء الأمانة، رد الأمانة يعني. الأمر بأداء الأمانة. بأداء الأمانات. نعم. نعم. المحافظة على السنة وآدابها يا شيخ. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. نعم. السؤال الثاني، المحافظة على السنة وآدابها يا شيخ. المحافظة على السنة وآدابها بإذن الله تعالى يا أم محمد. والله يعطيك الصحة وإياكم على النفس الطويل يا شيخ، الله يطول عمرك. وإياكم إن شاء الله، وإياكم، الله يجزاك الخير. أحمد يوسف من عمان، السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك؟ حياك الله. الله يبارك فيك، رمضان كريم. وإياكم إن شاء الله. شيخ بدي أسألك عن، ارفعوا للصوت يا شباب شوي لو سمحتم. زكاة الفطر لأبناء الأخ الأيتام. زكاة الفطر لأبناء الأخ الأيتام؟ نعم. الأيتام الصغار بالسن، يعني 10 سنوات 12 سنة. يعني فقراء هم؟ فقراء، لا أختهم راتب من الضمان الاجتماعي، يعني راتبهم 150. ما بكفيهم. نعم. ما بكفيهم. شو يعني من الضمان الاجتماعي 150 دينار؟ كم ولد هم؟ ولدين. بنطلونين ب50 دينار وقميصين ب30، هاي 80 دينار، بعدنا ما رحنا ولا جينا ولا كلنا ولا شربنا. يعني يعتبروا فقراء. لكن هل الذي يريد إعطائهم عنده أولاد ولا ما عنده؟
عنده مثلا أنا عنده. عمهم أنت عمهم يجوز نعم. أن تعطي لأولاد الأخ نعم يجوز ونفقتهم غير واجب عليك لا نفقتهم مش واجب عليك إلا أن تصدق يعني بالتصدق لأنه أظل في رعايتك إذا كان ما إلهم حدا غيرك جدهم موجود جدا توفى الله رحمه الله عليه الله يرحمه يعني أنت راعي لهم لكن أنت يعني كفالتك إلهم واهتمامك فيهم هذا كله من باب الصدقات جزاك الله كل خير فيه. ربنا يتقبل إن شاء الله ويجزاك الخير ويرحم والدك وأخيك أم زعل السلام عليكم أم زعل السلام عليكم السلام عليكم يا شيخ أمي بتسلم عليك يا أم زعل الله يسلمك يطول عمرك امبارح كنت والله عند أول امبارح والله يسلمك كنت عندها يوم السبت وقالت لي سلم عم زعل أنا بحبها الله يسلمك وسلم عليها امبارح هذا وأنت لا شفتيها ولا هي شافتك المحبة من الله والمحبة من الله تفضل يا أم زعل والله على وينك يوم تروح عارفة تمر عليك يوم طيتها شوية تغريبات لها لا, لا 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 أنا بودي لها بس أنت لا هذه شغلات بدوية ما ودنا هدايا وها تفضلي شو سؤالك يا أم زعل تفضلي سلم عليهم بالله على الوالد والوالد الله يسلم الله يطول عمرهم الله يا شيخ صيام صمت ستة من شوال صيام يقولوا الانسان هالجارات وهالحباي كيف سنصيم يقولوا قال سنصيم سنة لا ليش سنة لا قال ستة من شوال مو كل سنة لازم سوى سنة انتن مرض علينا لا لا هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر كله عرفتي نعم يعني صيامهن سنة يقول سنة سنة لا كل سنة للقادر هي سنة للقادر يصوم مش قادر ما بصوم هو ودفعك يا شيخ كمان الرعاف يكون الواحد عوضه ويراعف من خشمه يبطل الوضوء عند جمهور العلماء لا يبطل عند الأحناف يبطل إذا قدر يتوضى إذا معاه وقت ويتوضى بكون أحسن إذا ما عنده وقت وما ما في وقت للوضوء أو كان مسافر أو ماشي أو مش ببلده وكذا فصلاته صحيحة الله يطول عمرك وسلم بالله على الوالد والوالدة الله يسلمك طول عمرك ربي عادل العموش السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف يا مرحبا وسهلا حياكم الله أحبك بالله يا دكتور الله يحبك وبارك بعمرك إن شاء الله دكتور دغلبك دسل عن زكاة العسل زكاة العسل نعم نعم بس عليه زكاة زكاة العسل الأولى إنها تخرج يعني كأنها نقد لكن إحنا بدنا نشوف الـ 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 الكمية قديش يعني انت بتعرف الكمية بدنا يعني خليني اراجع لك المسألة واذا الله احيانا بكرة بجاوبك كم كيلو اللي بيطلع عليها الزكاة يعني النصاب تبعهن ما عرفت لانه مش كل العلماء يفتونا في موضوع انه العسل عليه زكاة نعم صح فاحنا بدنا نشوف لك هل يلحق انه بعروض التجارة مثلا هل يلحق بالعسل كمادة لأنه يقتات ويدخر يعني في شروط معينة بدنا نتأكد لك منها حاضرين يا سيدي الله يأجرك يا دكتور وإياكم إن شاء الله الدعاء الدعاء يا دكتور ربنا يوفقك ويفتح عليك ونور دربك ويرزقنا ويرزقك إن شاء الله ويبعد عنا وعنك الشر وعن جميع المشاهدين عود النعيمات السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيفك شيخ حياكم الله يا سيدي وشلونك تمام الحمد لله يا سيدي في عندي سؤال سؤالين وأمرني السؤال الأول قبل شوي بتقول إنه يعني إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما رضا يطلع. بما يطلب نعم طيب العلم يعني أي علم ولا علم الدين أي علم يا سيدي سواء كان دنيوي أو كان دنيوي أو أخروي إن شاء الله بده يتعلم موسيقى يعني لما طالب بروح يتعلم مثلا طب كم إنسان بينقذ روحه وحياته هذا الإنسان اوكي طب وما طب وغير الطب يعني مثلا موسيقى رايح فن شو عادك هذا انت عارف وين بده يروح طيب ما بقول لك يعني لانه طالب العلم مطلقه يعني مش يعني طالب احنا بنحكي عن العلم مين قال لك ان الموسيقى علم يعني في علم محترم وفي علم يعني
لا ما هو الناس بيفهموها لما يقول لك طالب العلم، هذا طالب علم في كلية، في 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 كلية اسمها كلية الموسيقى. أنا مالي ومال الكليات يا حجي، أنا بحكي طالب العلم، العلم الذي يفيد الناس في حياتهم أو يفيد في آخرتهم، يعني لا يشترط أن يكون العلم علم شرعي، عرفت؟ يعني باقي العلوم الدنيوية المفيدة للبشرية جائزة يكون هذا الإنسان تضع له الملائكة أجنحتها. إذا أنت معي حج عودة؟ معك. إذا أنت زعلان بدك يكون يعني الملائكة راضية؟ إحنا البشر زعلانين على بعض العلوم. نعم. بدها الملائكة ترضى عليها؟ لا مو أنا بقول لأنه بقول أنت ملاحظتك إنه مش كل شيء يطلق عليه علم الملائكة تضع نعم أجنحتها. نعم لا أيوه هذا الملاحظ بقوله. نعم. مش أي علم يعني. السؤال الثاني. أمرني. شو هناك شهداء للغريق والحريق والردم. طيب بغض النظر يعني ما في شرط للشهادة إلى واحد لكن واحد ما بصلي شيء وهذا البيت عليه يعني شهيدا. يعني رب العالمين لا يكرم هذا الإنسان طبعا الشرط يكون بصلي لأنه نعم. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة إيش الصلاة فإن صلحت صلح سائر العمل وإن فسدت نعم. فسد سائر العمل نعم. فهذا طبعا مش معقول يعني واحد ما بصلي واحترق نقول عنه شهيد ما بقول لك الناس يعني بالمفهوم العام بقول لك والله احترق بقول هذا شهيد لا يا عمي في شروط للشهادة نعم. يعني داخل هالدار يعني واحد من الصحابة كان بغزوة نعم. مع النبي صلى الله عليه وسلم الله خلصت الغزوة من هون راح مد ايده على الغنائم نعم. واخذ رباط نعل شراك نعم. نعل يعني زي خيط رباط نعم. اجا سهم وصابه ومات فايش قال الصحابة هنيئا له الشهادة نعم. الناس اللي حواليه ايش حكوا هنيئا له الشهادة نعم. كون الرسول صلى الله عليه وسلم مسدد بالوحي ماذا قال قال هو في النار نعم. هو ايش في النار نعم. في شملة غلها من الغنائم قبل ان تقسم فشوف رباط اجلكم الله رباط نعم. نعل منع واحد قتلوا الكفار في غزوة من الغزوات بسهم اصيب به انه لانه سرق من المال العام لم يعتبر شهيد فكأنه ما سوى شيء فالناس هاي حج عودة الله يجزاك الخير الناس اللي يعني تتخوض في المال العام بأخذوا بسرقوا ومش هامهم هالملايين اللي قاعد بتنسرق أموال الدولة وأموال العامة والأموال كذا وبيجي بقول لك والله أنا ذابح جدي وموزع على الفقراء وبيجيك يقول والله اليوم أنا وديت مثلا 10 ليرات لعيلة فقير وكذا ترى راي على النار كل واحد بسرق من مال العام براي على النار لأنه الصحابي أول شيء صحابي ثاني شيء طالع مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة والسهم اللي صابه من وين إجا من الكفار وأثناء الغزوة يعني بس انتهت وقال النبي صلى الله عليه وسلم هو وين في النار. هو في النار هل الناس إذا قالوا والله هالغريق ولا هالحريق ولا هالشهيد هذا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم الآن مش موجود يقول لهم والله هذا ترى مسوي السبع وذمته لكن احنا نحسن الظن اما كل واحد هذه في عليها دليل هلا لما بدنا نقول اللي بيسرق من المال العام لا يعتبر شهيد لو مات غريق ولا ما غريق ولا حريق ولا كذا ليش لانه عندنا نص سابق النص ايش اخذ رباط يعني عارف قديش حقه حقه قرش ونص وراع النار فتخيل عادك لما واحد بيستلم مسؤولية ولا هو سارق له كذا 1000 ولا كذا مليون من عطاءات من رب سيارات رب من كذا ها بدل الرباط رباط اذا كان ابو رباط صار به هيك اسال الله ان يديم عليك الضحكه والابتسامه يا سيدي الله يسعدك مشكور ويحمي هالبلد وقيادته ان شاء الله الله يوفقك يا شيخ يطول عمرك مشكور ابو اسامه الله يسلم لي على صبحي باشا كثير الله يسلمه والله بن خالي صبحي باشا ونعم زميلي في الدورات في التقدمات المشاه والله والنعم سلم والله لي والنعم. عليه وبوسه من هون ومن هون ومن غير كورونا ابو ضرغام ابو ضرغام حبيبي الله يسعدك الله يطول عمرك مع السلامه عليك ام رائد السلام عليكم يعطيك العافيه تفضل يا ام رائد الله يجيب فضلك يا رب والله يا شيخ انا في عندي سؤال في عندي انا عندي اساس ضرغام
بس يا ريت الصوت شوي ضعيف يا ام رائد. عندي انا صابون وبدي اخذ ابره لانها شاكل. هذا اخذها وانا صايم ولا لازم اخذها وانا مفطر؟ اذا اخذت الابره في العضل الابره هذا العضل لانها اساس العظام ما بتاثر الا اذا قال لك الدكتور انها ممكن تتعبك الابره وما راح تقدري تصومي بتفطري، لكن هي كابره ما بتفطر. طيب. وبساعدها يا شيخ، في ولد عندي كبير يعني شاب زلمه متجوز وما بيشتغل. نعم. قاعد شغل وقوي على باب الله، وكثير اخوانه واخواته يعطوا زكاة الصيام. اخواته واخواته اللي مش اللي متجوزين؟ متجوزين. وهو متجوز؟ هو متجوز. وعندهم عيال ما شاء الله؟ هم عندهم عيال بس والله يحرم ما عندهم. ما عنده عياله، يعطوا لمرته، يعطوا لمرته. يعطوا لزوجته وهي بتصرف عليه وعلى البيت. ما يصير يعطوهم لهم. لا، لأنه ما عنده أولاد، لأنه في توارث بينهم. بعدين يا شيخ معلش في سؤال خزاني، في سؤال بقول إنه الواحد اللي بدعي الدعاء بعد الصلاة مش المستحب إنه بعد الصلاة يدعي قبل ما يسلم. لا لا، بتدعي أثناء الصلاة بالسجود وبعد الصلاة بتسبحي وبتهللي وبتكبري وبتدعي. هذه الباقيات الصالحات. دائما الحمد لله نستغفر من هذه. ادعي وادعي لي معاهم، مع اولادك ومع اخوانك ومع كل محارمك، ادعي لي معاهم الله يجزاك الخير، وادعي لكل المسلمين. وربنا يتقبل منا ومنك ان شاء الله يا ام رائد. بقي كان عندنا سؤال من أم محمد، الأمر بأداء الأمانات. طبعا أداء الأمانة واجب، والأمانة يسأل عنها الإنسان يوم القيامة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا درس عملي في هذا. كان أهل قريش من الكفار وضعوا عنده أمانات، فلما هاجر أبقى سيدنا علي في الفراش وأبقى عنده كل ودائعهم وأماناتهم ليردها لهم، مع أنهم على غير دينه، فما بالك إذا كان على الدين. فلا يجوز التهاون في موضوع أداء الأمانات التي توضع عند الإنسان. المحافظة على السنة وآدابها، طبعا قديش أنت بتأدي السنن، قديش بتكون قائم بالسنن، قديش بتكون قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كيف بدك ترد على حوض النبي صلى الله عليه وسلم ويجي يفتح سجل أعمالك ولا هو ولا سنة أنت قائم فيها من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك ينبغي الإنسان أن يتقرب بالسنن إلى الله عز وجل ليكون حبيبا للنبي صلى الله عليه وسلم، ويرد معه الحوض وينال حظا من شفاعته صلى الله عليه وسلم ومن دعائه. فالسنن كما يقول بعض العلماء الفرائض رأس المال، والسنن والمحافظة عليها هي تكون الأرباح، وهي المكملات للفرائض. مشاهدي الأفاضل، على أمل اللقاء بكم بمشيئة الله في الحلقة القادمة، استودعتكم لله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من الآيات والسور وسنة سيد البشر، من الوحي الذي يهدي ويهدي أجمل العبر.